العديد من المدن والعواصم العالمية شهدت مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شارك الآلاف في تظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا. وانطلق الآلاف خلال المظاهرات من ساحة الجمهورية وسط باريس ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. كذلك خرجت عدة مظاهرات في 13 منطقة من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر تضامنا مع شعبنا وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث تجمع المشاركون وسط لندن وحملوا لافتات طالبوا فيها بوقف العدوان على غزة. إلى ذلك شارك المئات في تظاهرة نظمت في العاصمة النمساوية فيينا تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا وتضامنا مع أهلنا في غزة، وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار فورا وضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال على مجازرهم ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال. ولوح المشاركون بالعلم الفلسطيني ورددوا شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي مريب رغم انتهاكات الاحتلال للمواثيق والقوانين الدولية. وذات المشهد شهدته العاصمة الأندونيسية جاكرتا وعدد من المدن، حيث خرجت تظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية وقتل المواطنين الأبرياء في ظل صمت دولي مريب ومنحاز لدولة الاحتلال. وانطلقت أيضا عدة مسيرات في دول وعواصم حول العالم، حيث شهدت مدينة شيكاغو مسيرة جماهيرية للمطالبة بوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا. وأجابت المسيرة شوارع المدينة بمشاركة واسعة من المتضامنين الأجانب وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية مرددين شعارات الحرية لفلسطين. وذات الأمر في مدينة يوتوبوري السويدية وعدة مدن هولندية. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين. ننوه مشاهدينا أيضا لهذه الأخبار التي ترد لنا الآن، وعشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال لمربع سكني في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. إذن عشرات الشهداء والجرحى في قصف لطائرات الاحتلال لحي سكني في لمربع سكني عفوا في حي الزيتون شرق مدينة غزة. هذا وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في قلب العاصمة الألمانية برلين تنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا. للأسبوع الثامن على التوالي خرج عشرات الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنون مع الحق الفلسطيني في تظاهرة حاشدة انطلقت من حي كرويتسبرغ وسط العاصمة الألمانية برلين، وذلك تنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. المتظاهرون هتفوا داعين لوقف الحرب الدامية على أبناء شعبنا في القطاع، كما وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها وما يزال بحق أبناء شعبنا. واقفين وماشيين تضامنا مع شعبنا وأهلنا بكل فلسطين وخاصة غزة. أطفالنا تمزق، مستشفياتنا تدمر، المدارس تدمر، الموت في كل مكان في غزة. يجب علينا أن نبقى متوحدين ونشد الأيادي وضد العنصرية والصهيونية والسياسة الأوروبية كلها والأمريكية. الجدير بالذكر أن المظاهرات والوقفات التنديدية بالعدوان مستمرة منذ اليوم الأول، وذلك في عدة مدن ألمانية، حيث خرج اليوم مظاهرة حاشدة في مدينة كولن غرب ألمانيا، كما كانت هناك مظاهرة أخرى في مدينة فرانكفورت حشدت عشرات الآلاف من المتظاهرين. أنا من أستراليا، أعيش في برلين، وأنا أتظاهر ضد نظام الأبرتهايد للحكومة الإسرائيلية، هذا النظام الفاشي بشكل أساسي. أنا أريده أن يتوقف، وأن يتوقف القتل في غزة والضفة الغربية، وأن يتم التعامل معهم باحترام أكبر. فلسطين حرة، أوقفوا قتل الأطفال وأوقفوا إطلاق النار، شعارات تكللت بها مظاهرات اليوم من كل المدن الألمانية، لتعبر هذه الشعارات عن حجم التضامن الدولي الكبير مع فلسطين.
من العاصمة الألمانية برلين، ساندرا المصري، تلفزيون فلسطين. يستمر الحراك لأجل فلسطين في إسبانيا ضمن مظاهرات أسبوعية حاشدة تخرج للتنديد بالعدوان على الشعب الفلسطيني ومطالبة بالحماية الدولية والوقف الفوري للإبادة الجماعية. دعت منظمات حقوقية وجمعيات إسبانية إلى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني جابت شوارع العاصمة مدريد، وذلك تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة وانتهاء الهدنة، مطالبين بحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة خاصة الأطفال الأبرياء. يبدو الأمر غير عادل بالنسبة لي، وفوق كل شيء يؤلمني جدا قتل المدنيين العزل خاصة الأطفال، وأفكر دائما بأولئك الذين فقدوا عائلاتهم بأكملها، ومن الموجع رؤية صور الأطفال مبتوري الأطراف في المستشفيات واستهداف الزملاء الصحفيين. أتمنى من كل قلبي أن يتوقف ذلك حقا. نحن هنا للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، كما نطالب حكومتنا بقطع جميع أنواع العلاقات مع هذه الدولة. كفى تواطؤ، كفى كلاما، نريد أفعالا، نريد أن يتوقف عن قتل الفلسطينيين، وأن الجماهير الشعبية الموجودة هنا اليوم جاءت للمطالبة بذلك ولوضع حد نهائي لهذه المذبحة وتنفيذ العقوبات ضد الكيان المجرم. وطالب المشاركون إسبانيا بقطع علاقتها مع إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها، ووقف التطهير العرقي في غزة والضفة، والحماية الفورية للأطفال من آلة الحرب الإسرائيلية الفتاكة. يجب أن لا ترتكب هذه الإبادة باسمنا، هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والتي ترتكبها دولة إسرائيل الصهيونية، ولكن بفضل تواطؤ الدول الأوروبية. ما نقوله هو أن أوروبا لها دور في وقف هذه الإبادة الجماعية، وهذا الدور هو إعلان وقف بيع السلاح كما يقول القانون الدولي، وقطع العلاقات التفضيلية التي تربطها بإسرائيل سواء الاقتصادية أو التجارية حتى لا نكون جزء من هذه الإبادة. وثمن المحتجون على موقف إسبانيا الداعم باتجاه الاعتراف بفلسطين والداعي لوقف إطلاق النار، مؤكدين ضرورة الاستمرار في الضغط باتجاه وقف الحرب على قطاع غزة المحاصر وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. رزان ملاش، تلفزيون فلسطين، إسبانيا.